بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشكره ولا نكفره، ونقلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على خير البرية وسيد الأولين والآخرين حبيب الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه بعد غزوة تبوك، والصحابة ماشيين في الشوارع يحضنوه، بيجروا في الشوارع يطلقوه يحضنوه، والصحابة قايمين في المسجد يحضنوه، لما وصل للنبي النبي قال له ايه؟ قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا جماعة، رمضان بعد 13 يوم، عايزين نكتف رمضان إن شاء الله، ونشد حيلنا في رمضان، ونملى رمضان بالطاعة والعبادة إن شاء الله، ولما نقابل بعض في العيد نحضن بعض وإحنا فرحانين ومستبشرين، وبنقول أبشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك أمك. مبروك اتعتقت من النار، مبروك ذنوبك كلها كفرت عنك، مبروك رجعت كيوم ولدتك أمك، مبروك يا جماعة. عايزين ان شاء الله باذن نشد حيلنا عشان البشر. 13 يوم على رمضان، خلاص العد التنازلي بدا، لما السباق يكون هيبدا لازم يكون كله متسابق في وضع الانطلاق، لان لو السباق بدا وانت مش وضع الانطلاق هتتاخر عن بدايه السباق. شهر واحد هتتعب فيه وهترجع كيوم ولا انت امك، شهر واحد هتتعب فيه وكل الماضي بتاعك هيتمحى وتبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه راى رؤيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى مشهد على باب الجنة. المشهد ده خلاه يتحير، قالوا للصحابة كلهم وقعوا في حيرة شديدة جدا، الصحابة كلهم راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام من كتر الحيرة اللي هم فيها. رأى ايه؟ رأى ان كان في اتنين صحابة، واحد منهم مات شهيد في معركة، والتاني عاش بعده سنة ومات على سريره، شاف ان باب الجنة اتفتح، دخل اللي مات على سريره وعاش سنة بعد الشهيد قبل الشهيد. طب ازاي هو في حد اسمه الشهيد؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألم يدرك رمضان بعده؟ ألم يصلي كذا وكذا رمضان؟ الله أكبر. يعني الاثنين دول يا جماعة، واحد في ميزانه حاجة مش في ميزان الثاني، والثاني في ميزانه حاجة مش في ميزان الأولاني، ده في ميزانه رمضان وده في ميزانه الشهادة. رمضان هو اللي طب، رمضان هو اللي كسب. يعني ايه؟ يعني لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي بيغسل ليه مع اول قطرة من دمه، لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبقي اللي بيشفع من كرامته عند الله في 70 واحد من اهله، لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي لا يذوق الم الموت، الم الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات زي الم الغرق، واحد مغمور في طبقة تحت طبقة تحت طبقة من المية وبيغرق وهيموت من الالم ومش قادر يستغيث، الم الموت الم رهيب. سكرات الموت لما كل حاجة في الجسم تتقفل، تسكر تتقفل، العينين تتقفل فتحها ومعادش شايف، اللسان يتقفل فتح بقه ومعادش قادر ينطق ويقول عطشان، الودان تتقفل كل الناس بتتكلم حالهم ومش سامع، الايدين تتقفل تتشل. متخيل الم المدة كله مش للشهيد. انت لو اجتهدت في رمضان تسبق الثواب ده، لو انت اجتهدت في رمضان تسبق اللي ثوابه ان هو لا يذوق عذاب القبر ولا فتنة في القبر، يبقى رمضان صفقة شكلها يا جماعة، رمضان صفقة عظيمة ربنا ادهلنا عشان نسبق بها اعظم الصفقة. بس خد بالك ان الشهيد ده موت نفسه في المعركة، يبقى انت عشان تسبقه في رمضان لازم تموت نفسك في رمضان. هو موت نفسه في الجهاد وانت تموت نفسك في العبادة، ساعتها هنفهم بقى الوقت يا جماعة فكرة درس النهاردة ان رمضان معركة. يعني ايه معركة؟ معركة لازم تبقى فارس، لازم نبقى فرسان فيها، فرسان رمضان. هو ده الموضوع بتاع النهاردة ان شاء الله، ان عايزين نبقى فرسان في رمضان السنة دي، عايزين نبقى فرسان في معركة رمضان. هو رمضان معركة؟ معركة. واي معركة اول حاجة لازم تعرفها عن المعركة دي ان نازل معك فرسان اشداء في الصف، ما انتش نازل لوحدك، هتروح وسط الفرسان دول فين؟ فرسان في القرآن،
الامام الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، كل يوم بيختم مرتين، يعني لو 10-40 سنة ده 2400 ختمة في رمضان. انت متخيل الامام قتادة كان بيختم القرآن مرة كل اسبوع طول السنة، ويجي في رمضان يختم كل 3 ايام في اول رمضان، ويجي في العشر الاخر يختم كل يوم ختمة، يعني مجموع ختمته 60 ختمة في السنة، يعني على مدى 40 سنة 2400 ختمة. هتروح جنبه فين؟ الامام الشافعي في رمضان بس 2400 ختمة غير ختمات باقي السنة، هتروح جنبه فين؟ فرسان يا جماعة، فرسان، فرسان بحقي وحقيقي في علاقتهم بالقرآن. انت عارف انت بتقرأ القرآن يقولك القرآن السورة دي 186 آية، السورة دي 200 آية، يعني ايه آية؟ عارفين يعني ايه آية يا جماعة؟ عشان تدخل القرآن فعلا وانت متحمس. آية يعني عجيبة من العجائب، حاجة غريبة، حاجة يعني انا مثلا جاي من على الطريق السريع، على يماني على يميني زرع وعلى شمالي زرع وشجر، على يميني ورا شجر، لو انا ماشي كده وفجأة لقيت نوع على يميني شجر عمري ما شفته في حياتي، اقول ايه ده، ايه المنظر العجيب ده، وقف واتفرج عليه، لازم اقف وانبهر، ايه المنظر الغريب ده. هو دي كلمة آية، آية حاجة عمرك ما شفت زيها قبل كده وفجأة شفتها، فأول حاجة لازم تنبهر وبعد كده لازم تقف وتشوف ايه دي. هو دي آيات القرآن، كل آية من آيات القرآن عجيبة من العجائب، لازم تقف وتنبهر، لو ما انبهرتش يبقى ما انتش فاهمها، ولازم تقف، الآية لازم توقفك عشان تخرج منها إنسان غير لما دخلتها، غير الإنسان اللي دخل هذه الآية. القرآن يا جماعة فرسان، نازل مع فرسان في القرآن، ونازلين مع فرسان مش في القرآن بس، ده احنا نازلين مع فرسان في التراويح. اوعى تصلي، واوعي انت كمان تصلي في مسجد اقل من جزء في اليوم في التراويح، اوعى يا جماعة، على الاقل جزء في التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقوم الصحابة في الايام اللي قامهم فيها في التراويح في رمضان، كان بيقومهم لغاية ما يقولوا حتى خشينا ان يفوتنا السحور، لغاية ما خشوا، يعني شوف بيصلي بهم قد ايه كام ساعة، لغاية ما يخافوا ان هم يلحقوش الصحراء. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الصحابة معي، يعني اتنين من كبار الصحابة بيؤموا الصحابة، واحد يؤم من بعد العشاء لمنتصف الليل، وواحد من منتصف الليل لقبل الفجر، ويدوبك يلحقوا يروح يتصحروا. شايفين جهد العبادة، شايفين العزيمة، شايفين الفرسان، انت نازل مع فرسان في العبادة كمان وفي القيام. ابو مسلم الخولاني، ابو مسلم الخولاني من كبار السلف رضي الله رحمه الله، ابو مسلم الخولاني كان في المكان بتاع القيام معلق كرباج قدامه، متخيل انت هتقوم تقيم ومعلق كرباج، ولما رجله بعد 3-4 ساعات كده تبدا بقى تتعبه، يمسك الكرباج ويضربها ويقول لها قومي والله لا ازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ازحف زي قاتل المئة لما وقع في الارض فضل يزحف بسبب زحفته دي، ربنا غفر له دم 100 بني ادم، والملائكه قالت عليه انه جاء مقبلا بقلبه على الله. معقول انت الملائكه هتقول عليك في اخر رمضان انها جاءت مقبلا بقلبها على الله؟ معقول انت الملائكه هتقول عليك في اخر رمضان انه جاء مقبلا بقلبه على الله؟ انهم جاءوا مقبلين بقلوبهم على الله. والله لا ازحفن بك زحفا. ايظن اصحاب محمد، اصحاب محمد ده بينافس سلمان ومصعب ومعاذ يا جماعه، ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا وهي الجنه تبقى؟ ده انا عايز الجنه عشان ابقى مع النبي عليه الصلاه والسلام. والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. حوض النبي عليه الصلاه والسلام، احد الشباب كان نايم بيفكر بيقول يا رب ده 140 الف صحابي، يعني على حوض النبي كل دول هيبقوا سابقيني، غير السلف غير غير غير، انا هوصل للنبي ساعه ازاي على الحوض؟ فنام حلم ان هو على حوض النبي فعلا، والنبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، وشاف يعني جموع رهيبه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض، فحاول ان هو يزحم الجموع عشان يعدي، فواحد قال له ايه؟ مش في الدراع. يعني ايه بالشغل مش في الدراع؟ مش هتقرب بالنبي بالدراع اللي هيزحمه يوصل؟ لا لا لا، ده كل واحد له مقامه بالقرب من النبي عليه الصلاه والسلام على حسب دينه وعلى حسب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجاله؟ رجاله، فرسان يا جماعه، فرسان. كفايه بقى يا جماعه، كفايه، كفايه كلام، كفايه كسل، كفايه تضيع للعمر اكتر من كده، كفايه غفله، كفايه كلام يا جماعه، كفايه. احنا عاملين زي مدرسه كان فيها مدير شاطر جدا ومدرسين شاطرين جدا وطلبه متفوقين جدا وكله قايم بوظيفته تمام، النتيجه في الاخر 100%. مرت الايام، جه مدير يعني اي كلام، وجه مدرسين تعبانين، وجه طلبه خيبانين، المدرسين يدخلوا للطلبه ويعيطوا يا اولاد كان في زمان مدرسين شاطرين في المدرسه دي وكانوا مدرسين ما حصلوش، والعيال يعيطوا يا جماعه ده كان في زمان طلبه شاطرين ومجتهدين وكانوا بيذاكروا كويس جدا، النتيجه في الاخر صفر. صفر ليه؟ لان مش بالعياط الوقت ممكن اقعد اتكلم. الصحابه يا جماعه كان في صحابه رجاله وكانوا فرسان، والشيخ يعيط
والناس تعيط والنساء يعيطوا والاطفال يعيطوا، وواحد معدي جنب المسجد كده يسمع العياط يسيب اللي في ايده ويقعد يعيط، والنتيجه يوم القيامه صفر. صفر ليه يا رب؟ يا رب ده انا كنت كل ما اسمع درس اخلص علبه مناديل من العياط يا رب. هو مش بالعياط يا حبيب قلبي، بالشغل. يا الناس تقعد تعيط تعيط، وفي الاخر العراق ضاعت وفلسطين ضاعت، والرسول بيتشتم، وتلاقي يعني احنا قاعدين نبصمص شفايفنا والشاب مطلع ايده من العربيه وهو ماشي والسيجاره باينه من ايديه وكاتب على ظهر العربيه نحن فداك يا رسول الله. يا سلام يا سلام، كفايه يا جماعه كفايه كلام. ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم ما لحقش يشوف النبي، قال له لو رآك رسول الله لأحبك. انت لو رآك رسول الله لأحبك؟ انت لو رسول شاف احوالك في القيام واحوالك في النهار واحوالك في الصدق مع الله ومع الناس واحوالك في العبادة واحوالك في الاجتهاد وفي القرآن وفي الدعوة الى الله، لو رسول شاف حالك هيحبك. لو رسول سمع عن ان واحد اسمه فلان الفلاني اللي هو انت او انت وسمع عن احواله هيحبكم يا جماعة؟ هيحبنا ولا مش هيحبنا يا جماعة؟ لو صحفتنا بعد رمضان رفعت الى الله سبحانه وتعالى وسط ملايين الصحف، يجي مليار ومتين الف صحيفة مسلمين على وجه الارض، رفعت الصحف كده صحيفتك وسط الصحف دي تروح فين؟ ربنا لو نظر لصحيفتك هيحبك. كفاية كلام يا جماعة، كفاية كسل، كفاية كسل. لما تيجي تكسل كده من الوقت لغاية ما ينتهي رمضان غمض عينك واقعد افتكر الوقت. في ناس ما بتنامش الليل، الوقت في ناس واصلة الليل بالنهار في الشغل والعبادة. قوم قوم، انت عداد الحسنات بتاعك وانت فاتر الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال ما بيبطلش، قوم اشتغل. تخيل انك انت دخلت سينما، سينما تخيل بس معلش، دخلت سينما واول ما دخلت العرض بتاع النهارده يا ترى فيلم ايه، لقيت فجأة اللي بيتعرض جهنم. جهنم بأهوالها وأغلالها وحميمها وحمامها وبراكينها وزقمها وقحها وسقرها ولظاها وجبلها وسلاسلها وأغلالها، جهنم بتتعرض. وفي نهاية الفيلم تقلك ترضى يكون ده مصيرك أو ده مصيرك؟ أهو يا جماعة، وعرضنا جهنم يومئذ عرض. آية مرعبة، آية بغاية الرعب. كفاية كسل يا جماعة. يا جماعة أولى آية في كتاب الله برمضان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كفاية تضيع للعمر أكتر من كده، كفاية بقى. ده أنت ما عندكش غير عمر واحد يا حبيب قلبي، ده أنت ما عندكش غير عمر واحد. يعني يا جماعة يعني لو راح عمرك ده ما فيش فرصة تانية. فرصتك الوحيدة للوصول إلى الله، فرصتك الوحيدة لتملك أملاك في الجنة هي عمرك اللي أنت فيه ده دلوقتي. فضيعه إزاي؟ المفروض يكون الساعة أغلى عندك من 1000 جنيه، يكون الركعتين أغلى عندك من 1000 جنيه. عايزين يا جماعة ننتبه إن كفاية غفلة بقى، كفاية غفلة. تخيل نهر النيل ماشي أهو، على ناحية من نهر النيل برج 20 دور، وعلى الناحية التانية برج 20 دور، وتمد من سطح البرج ده لسطح البرج ده حبل، وتقلك عدي على الحبل ده اهو وتحتك النيل. لو وقعت من الحبل هتقع في النيل بعمق هتستقر في قاع النيل، تقدر؟ طب ما بالك وانت بتعدي على الصراط وتحتك جهنم 70 خريف 70 سنة، لو وقعت هتقع في نار عمقها 70 سنة والعياذ بالله. طب تخيل بقى لو في من تحت طلقات بالنار وانت معدي من على الحبل اللي بين البرجين، في حد بيضرب بالنار، يبقى برج شكله ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر، ترمي بشرر كالقصر، وبيطلع ألسنة لهب تخطف العصاه من على الصراط والعياذ بالله. يبقى اذا يا جماعه كفايه غفله، كفانا غفله. كان زمان يعني الواحد لما بنقعد مع اهالينا كلنا بنسمع الكلمه دي، يا خساره ده انا كان الارض الفلانيه اللي في الحته الفلانيه معروضه عليها ب 50 قرش المتر زمان، يا ندمي ان انا ما خدتهاش، يا ندمي ده كان زمان انت مليونيرات. والله العظيم يا جماعه اللي ما هيشتغل في الدنيا وهيجتهد وهيشتغل في رمضان ده هو يجيب اخره، هيجي يوم القيامه يقول يا ندمي يا ندمي يا ريتني اشتغلت، كانت سهله وكانت القصور دي كلها قدامي وكانت الاملاك كلها والملك الوطني العظيم ده قدامي بقيام ليل وتراويح وجلسات ضحى وختمات قران كانت قدامي، يا ندمي ان انا ما استغلتش عمري. كفانا غفله يا جماعه، كفانا. ده الثانيه الواحده من عمرك تقدر تقول فيها سبحان الله وبحمده بنخله في الجنه. نخلة في الجنة يعني ايه نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة وايه يعني؟ نخلة ساقها من ذهب وايه يعني؟ يعني لو جبنا الصاق دي وفكناها تقوم ذهب تلبس كل الستات اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي على البرنامج، تسيرهم ذهب وتكفي وتفيد كمان. نخلة في الجنة في ثانية، الثانية من عمرك ليها قيمة، الثانية من عمرك غالية، ما بالك بالساعة بقى؟ شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها. ساعة
لم يذكر الله فيها، يعني انت مش هتندم بس على المعصية يوم القيامة، ده انت هتندم على الغفلة كمان، مش المعصية بس يا جماعة، الغفلة يعني الموضوع كبير، يعني الموضوع خطير. كفانا الغفلة يا جماعة، ده الطالب في الثانوية العامة ولا في ابتدائي ولا في حتى في اول في اولى ابتدائي ولا في الجامعة بيقتل نفسه وبيجاهد وبيذاكر وبيضحي وبيضحي بنومه عشان، طب انت عشان تتعتق من النار هتعمل ايه في رمضان؟ انت عارف يعني ايه العتق من النار؟ يعني انت رقبتك دي مربوط بيها سلسله لجهنم خلاص هتتشد، يعني انت ذنوبك كتبت عليك جهنم، وفي رمضان ممكن ده عملك تتقطع السلسله دي وتنجو وتجري على الجنه. انت هتعمل ايه في رمضان عشان تحجز مقعد صدق عند الله في الجنه؟ هتعمل ايه في رمضان عشان تطهري قلبك وتصلحي قلبك؟ هنعمل ايه في رمضان يا جماعه؟ كفانا غفله يا جماعه، ففروا الى الله. لما ربنا يقول فروا يعني في خطر عظيم، ومن بعيد فر، مش هتستنى لغايه ما يقرب منك والا هتضيع، ولما هتفر مش هتروح ماشي، ده انت هتجري وهتجيب اخرك. فروا الى الله في رمضان، استبقوا الخيرات في رمضان، في رمضان فليتنافس المتنافسون، تنافسوا الى الله وسارعوا الى الله في رمضان يا جماعه. يبقى اذا نازلين مع فرسان، نازلين مع فرسان في الصدقه. سيده عائشه كان عندها رغيف واحد وصايمة وهتفطر، جه واحد سائل ادته له، طب نفطر على ايه؟ بتقول الجارية بتاعتها فما امسينا حتى اهدى لنا اهل بيت لم يكونوا يهدون لنا شيئا شاتا مكفنة. يعني ايه؟ يعني خروف مشوي ومتغرق بالعيش. يا سلام، عشان رغيف. يا جماعة طلعوا صدقات في رمضان، يا جماعة كفولوا اسر في رمضان، يا جماعة شنطة رمضان اللي بتعالى معانا دي شاركوا فيها، لا ومش بس كده، وكمان ودوا شنط رمضان لقرايبكم، قرايبكم الفقراء اللي بيتعففوا عن السؤال، أولى الناس بينفقوا عليهم، وجيرانكم الفقراء شنطة كده ب 200 جنيه ولا 300 جنيه، شنطة حلوة كده تتناسب مع نعم ربنا اللي اداها لنا، وتروح توديها لقرايبك وتصل رحمك يا أخي، وتودي للفقراء يا أخي، يعني لسه أسرة فقيرة بايعين المرتبة بتاعة السرير بتاعهم عشان يجيبوا أكل ياكلوه. كنا بنروح للأسر الفقيرة تدخل الأوضة، والله يا جماعة الكلام اللي بيتقال في المسرحيات ما هو نكت، الراجل وحماته ومراته والثمان عيال قاعدين في أوضة مش نكت، ده أنت بتدخل هي أوضة العيلة كلها في الأوضة، تلاقي فجأة عيال طالعة من تحت السرير تتجعد، ده مين دول؟ يقول لك ما هو الأوضة هي دواء سرير، هي الأوضة كلها سرير أصلاً، فالناس ناس بتنام تحت السرير، وناس تنام في الشارع، وناس تنام فوق السرير، كل واحد يصرف نفسه بقى. فتخيلوا يا جماعه ان في ناس بالفقر ده واحنا بنتقلب في نعم الله. فرسان في الصدقه، انت نازل في رمضان مع الفرسان بتوع الصدقه دول، هتعمل انت ايه بقى وسط الفرسان دول؟ فرسان، احنا فرسان في النوم، احنا فرسان في النوم والله يا جماعه. كان احد الخطباء واقف على المنبر وبيخطب في الناس، فبيخطب في رجاله بيقول له اعلم يا اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وخرجت من المنزل وقالت اني ذاهبه الى الدرس اعلم انها كاذبة ولكنها ذاهبة للقاء الحبيب. الناس تقول ايه بقى؟ عليه الصلاة والسلام. ايه هم وهم نايمين كانوا صحيين، قلوبهم سجدة تحت العطش وهم نايمين، واحنا صحيين نايمين يا جماعة. إذا احنا نزلين مع فرسان، فرسان في الجهاد. ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنة، اكبر واحد مننا بكم سنة، 90 سنة وطالع يجاهد عند تركيا وعند اطراف الارطار يجاهد، فهيموت خلاص حاسس بالموت، كفن نفسه وقال لهم ان انا مت في السفينة اوعوا تدفنوني، ولكن ادفنوني في ارض الجهاد حتى اذا لقيت الله قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا، وراح نزل المعركة وهو متكفن ودفن هناك ومات فعلا هناك. الله اكبر، فرسان يا جماعة في الجهاد. البراء بن مالك رمى نفسه من فوق الحصن ودخل وسط الاعداء واستحمل الطعنات وفتح للمسلمين الحصن. طلحة بن عبيد الله سبع صحابة اتقتلوا وهم بيحاوطوا بالنبي في غزوة احد، طلحة دخل وقدام الصحابة كلهم مقتولين حوالين النبي كلهم، وداخل لوحده قدام المشركين وفضل يدافع لغاية ما جسمه اتقطع من كتر الطعنات، ونجى بعدها والرسول قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة. متخيلين فرسان في الجهاد؟ هنروح احنا فين وسطهم بقى؟ هنروح فين وسط فرسان الجهاد؟ فرسان في الدعوة الى الله. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما الواحد يتأمل في سيرته كده، ايه ده؟ ده لف اكتر واحد لف الكرة الارضية عشان ربنا والدعوة الى الله. سيدنا ابراهيم يروح الحجاز عشان يبني الكعبة، والعراق النمرود موقفه مع النمرود، النمرود ده كان ملك العراق، وبعد كده يروح الى الارض التي بارك الله فيها العالمين اللي هي الشام عشان الدعوة، وبعد كده يطلع على مصر لما ملك مصر الظالم راود حاول ان هو يعتدي على السيدة سارة، يروح مصر، وهو اصلا في روايات ان هو من اليمن، اصلا في بعض الكلام ان هو من اليمن. يعني سيدنا ابراهيم ده لف الدنيا كلها عشان ربنا. انت عملت ايه اللي انت عملته؟
ابو سفيان اسلم 10 رمضان في فتح مكة، 10 شوال كان ماسك ناقة النبي في غزوة حنين، دبة النبي، الناس كلها بتجري بتهرب وابو سفيان واقف ثابت. بعد شهر بدأت بطولاته في الدين تظهر. انت بقالك قد ايه بتسمع؟ وانت بقالك قد ايه بتسمعي؟ لو بقالك شهر وبقالك شهر لازم من الوقت يبقى لكم بطولات في الدين، لازم يبقى ابطال في الدعوة الى الله يا جماعة في رمضان، فرسان رمضان، حتى النساء عايزينك تبقي فارسة في رمضان. تعرفي تبقي فارسة في رمضان؟ امرأة حبيب ابن مسلمة كان قائد جيش المسلمين ضد الروم، فكانت نازلة تجاهد بالسيف معاه، فبتقول له انحمي الوطيس اين اجدك؟ قال لها انحمي الوطيس لن تجديني الا في مكانين، اما في خيمة قائد الروم او في الجنة. فلما حمي الوطيس وانهزم الروم جري حبيب ابن مسلمة على خيمة قائد الروم فوجد امرأته قد سبقت. الله اكبر. تعرفي تسبقي جوزك الجنة؟ تعرفوا تسبقي جهودك في رمضان؟ تعرفوا تسبقي الرجاله دول كلهم في رمضان؟ والله انوي الستات جواها طاقات ايمانيه لو اتفجرت هيبقوا من اولياء الله الصالحين، بس انت اشتغل انوي خير مع علاقتك بالله وشوفوا ربنا هيفتح لك قد ايه. فرسان رمضان يا جماعه، احنا نازلين مع الفرسان دول كلهم. يبقى اذا اول معلومه في رمضان ان احنا نازلين مع فرسان، وفرسان هنروحوا صوف لازم تشد حيلك. ثاني حاجه في المعركه بتاعت رمضان، ايه السلاح بتاعك؟ ما كل معركة لها سلاح. ايه السلاح بتاعك في رمضان؟ في واحد بينزل المعركة بقنبلة، برشاش، بار بي جي، بسكينة. انت نازل رمضان وايه السلاح اللي معاك في رمضان؟ يعني ايه السلاح اللي انت هتكسر بيه وهتقتحم بيه جدار الغسل اللي حوالين قلبك؟ ايه السلاح اللي انت هتغالب بيه نفسك ونزغات نفسك؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد اهواء قلبك في رمضان؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد الكسل والفطور؟ اخطر سلاح القرآن، اخطر سلاح واخطر عدة واخطر ذات. بس يا ترى احنا بنعرف نستحمل السلاح يا جماعة؟ يا ترى احنا الاسلحة اللي معانا دي بنعرف نستحملها؟ انا قاعد قدام الوقت كمية مصاحف محطوطة قدام، احنا بنعرف نستعمل المصحف ده؟ بنعرف يعني عارفين انتوا قصة الراجل اللي راكب طيارة فطلع بالطيارة فقالوا له يلا ننزل، فقال لهم استنوا لازم اقرا الكتاب ده. يا ابني تقرا الكتاب ايه؟ لازم اقرا الكتاب ايه ده؟ قال لهم اصل انا طلعت بعد ما قريت كتاب كيف تقلع بالطائرة، مش هعرف انزل غير لما اقرا كتاب كيف تنزل بالطائرة. انتوا متخيلين ان احنا مكان الراجل ده؟ الراجل ده معاه طيارة بس مش عارف يستعملها. انت معاك سلاح القرآن ومش عارف تستعمله، انت معاك سلاح الصيام ومش عارف تستعمليه، انت معاك سلاح الذكر اقوى سلاح ومش عارف تستعمله. يبقى لازم نستعمل الاسلحة دي صح يا جماعة. ازاي نستعمل القرآن صح؟ ازاي استعمل القرآن استعمال صحيح فعلا في المعركة دهية؟ اول حاجة في استعمال القرآن يتلونه حق تلاوته، مش قراية كده وخلاص، لا 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 لا. ابو بكر الصديق كان بيبكي في سورة البقرة في 286 آية، ايات احكام ايات قلوب مفيش فرق، بيبكي في 286 آية. انت الوقت بالله عليك بالله عليك قوم الليلة وصلي في سورة البقرة وشوفي هتبكي في كام ايه من 286 يا جماعه. الموضوع محتاج قلوب يا جماعه. يبقى كان سيدنا ابو بكر عارف يستعمل سلاح القران. عايزين اديكم روشته في ال 45 يوم الجايين، ال 13 يوم اللي قبل رمضان ورمضان، تخرجوا من رمضان تلاقوا قلبكم قلب جديد. كرر الايات اللي بتتكلم عن الجنه والنار وعظمه الله في القران. كل ما تعدى على ايه بتتكلم عن الجنه كررها مرتين وثلاثه واربعه، كل ما تعدى على ايه بتتكلم عن النار كررها مرتين وثلاثه واربعه، كل ما تعدى على ايه بتتكلم عن عظمه الله كررها مرتين وثلاثه واربعه. والله العظيم شوفوا اثر الروشته ده في الاخر هتلاقوا قلب تاني تماما. سلاح الصيام، الصيام ده علامه حب اصلا. ده انا يا رب نفسي اشرب ونفسي اكل نفسي، ولكن انت يا رب بتحب ان انا اصوم فانا هقدم ما تحب على ما احب. عباده كلها حب، التراويح عباده كلها حب، ثلاث ساعات واقف او ساعتين ونص واقف، يعني لو انت واقف مع حد بتحبه هتقف خمس ساعات ومش هيهمك. طب انت واقف مع حبيبك الله يهمك تتعب؟ تدريب على الحب بقى، اتدرب على وقفه الاحبه بقى بين يدي احبائهم. يا جماعه خدوا بالكم ان السلاح في اسلحه تقيله رشاشات ومدافع ده القران، في اسلحه خفيفه سكاكين وخناجر بقى. الاسلحه الخفيفه دي ساعات دي هي اللي بتخلص المعركه اصلا. ايه السلاح الخفيف خالص اللي ما بيكلمناش حاجه خالص على الاطلاق وممكن ناخده معانا؟ سلاح الذكر. شوفوا انا اقول لكم الوقت ذكر لان معظم انواع الاذكار وفي غايه البساطه ومن اعظم الاذكار بل اعظم ذكر. انا لقيت ليه ثواب في احاديث السنه هو الذكر ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا سلام يا رب. شايفين يا جماعه السلاح الخطير ده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. هكلمكم عن الذكر ده في الاخر ان شاء الله، ولكن سلاح الذكر خد بالك يا حبيب قلبي، انت نازل معركه اوعى تشيل احمال تتقلب في المعركه. ذنوبك اللي انت شايلها توب
توب الى الله. يعني حدش يقول لي اعمل ايه، اعمل ايه؟ توب قبل رمضان، توب وجدد التوبه مع الله عشان ما تنزلش المعركه وانت تقلان وانت في ذنوب بتقله سيرك الى الله. ما رمضان معركه واحنا عايزين نبقى فرسان. انت راكب ايه؟ كل واحد بينزل معركه راكب حاجه، انت راكب ايه؟ في واحد بينزل معركه راكب دبابه، راكب طياره، راكب فانتوم، راكب ميراج، راكب صاروخ، راكب حمار ماشي على رجليه، راكب عجله، انت راكب ايه؟ راكب ايه في رمضان؟ ابو بكر الصديق لما اختلف مع واحد فبيقول له ايه؟ سنعلم حين ينجلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار. في ناس منطلقه لله تحتها حمار يا جماعه، وناس منطلقه لله تحتها صاروخ، راكب صاروخ. يا ترى سرعتك ايه وانت منطلق لله في المعركه؟ سرعتك ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ليه زمر؟ على حسب سرعه كل زمره الاسرع ناس يتجمعوا في زمره ويدخلوا مع بعض. اللي كانوا بعدهم في السرعه يتجمعوا، اللي كانوا دايسين مثلا على الرابع في زمره لوحده، اللي كانوا على الثالث في زمره لوحده، اللي خدوه على الثالث زمره لوحده، اللي خدوه على الرابع زمره لوحده. يبقى كل واحد حسب سرعه زمرته انت هتبقى معاني زمره. عايزين نبقى اسرع قلوب الى الله في رمضان، اسرع واسبق ناس الى الله في رمضان. عايزين نبقى اسبق صحيفه الى الله في رمضان. لما ترفع صحيفتك وسط صحائف المسلمين في رمضان الله ينظر لصحيفتك نظر خاص، ده صحيفة واحد بيحب الله سبحانه وتعالى. يا شوف ربنا بيقول ايه؟ والسابقون السابقون، يعني سبقوا سبق لا يسبق بعده ابدا. ومن اراد الاخرة وسعى لها، سعى ما بطلش، ما نامش، ما بيبطلوش. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، لا يزال، ما بينامش ليل نهار، لا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احب، ليل نهار ما بينامش. متخيل معايا المشهد؟ فوسعى لها سعيها. قدم ثمن الجنة في رمضان، قدم ثمن الجنة، سعى لها سعيها. هو انا هدفع 10 ساغ واخد عربية لانسر مثلا؟ ادفع ثمن الجنة حبيب قلبي، سعى لها سعيها. الجنة ليها ثمن، لازم تدفع هذا الثمن. معركة يعني جهاد، انت لازم معركة وعايز تبقى فارس لازم تفهم ان هو جهاد. يعني ايه جهاد؟ يعني رمضان مش 30 يوم، رمضان 30 جولة. يعني ايه 30 جولة؟ يعني لما قبل رمضان كنت اكلمك عن التوبة تقول طب الشيطان شاطر، وش في رمضان ما فيش شيطان، نفسك استفرد بنفسك 30 جولة مع نفسك في رمضان، يا ترى هتجيبها بالضربة القاضية في الجولة كام؟ يا ترى في الجولة كام وفي اليوم الكام هتقدر انك تخضع نفسك وتذللها وتخليها هي اللي عادت تبع عليك لما انت اللي كنت ماشي مع شهواتها؟ يا ترى يا جماعة في الجولة الجام هننتصر على نفسنا؟ يا ترى في الجولة كام في رمضان هنقدر ان احنا فعلا نتحرر من اغلال النفس وشهواتها وننطلق ونطلع على الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة معركة يعني حياة او موت، حياة او موت. علاقتك بالله حياة او موت، علاقتك بالله ده علاقة مصرية. اوعى تفتكر ان رمضان، لا لا، رمضان ده حياة او موت، وقف لله تعالى. رمضان ده قضية مصير. رمضان انت ممكن تخرج منه وانت كل حاجة خلاص، انت وصلت الى الله، وممكن تخرج منه وانت والعياذ بالله رجعت. يبقى اذا جهاد يعني معركة يعني جهاد، جهاد يا جماعة جهاد، يعني لازم تتصرف تصرفات معركة. تنام نوم واحد في معركة، هو في واحد في معركة بينام 8 ساعات؟ تاكل اكل واحد في معركة بيتقوى عشان يوم يجاهد؟ النساء بيجاهدوا في المطبخ في رمضان يا جماعه في الاكل؟ لا لا لا، تتكلم كلام واحد في معركه. رمضان عايزين نبقى فرسان فيه، وانت داخل في المعركه في شاشات عرض رهيبه بره المعركه وجوه المعركه عشان تذكرك بمشاهد رهيبه تخليك دايما سخن وتخليك دايما فارس. يا ترى المشاهد دي فيها ايه؟ اول مشهد وانت داخل المعركه النبي عليه الصلاه والسلام، ايه ده؟ النبي بيعمل ايه؟ رفع ايديه وبيدعي، بيدعي بيدعي لحد، لا لا، بيدعي على حد، على حد يبقى بتذكر على الكفار، لا على مسلم. النبي بيدعي على مسلم، نبي الرحمه بيدعي على مسلم، بيدعي بيقول ايه؟ رغم انف امرئ تيجي مناخيره في التراب. النبي بيدعي على مسلم مننا ان تيجي مناخيره في التراب. ليه؟ عمل ايه؟ رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. بيدعي على اللي بيستفطر في رمضان، بيدعي ليه؟ ليه يا جماعه؟ لان الوقت انا عملت لك عزومه وجبت 100 خدام يطبخوا لك وعملت لك 100 وليمه ودعيتك وفرشت لك الطريق وفي الاخر ما جيتش، ما جيتش. يبقى دي بالنسبه لي شكلها ايه؟ احنا بنعامل ربنا معامله والله ما نرضى ان حد يعملها لنا. كنت راكب مره مع سواق تاكسي، فالواحد بتاعه تركب مع سواق تاكسي ده يقول الله، لازم يكون عندك قوه قلب في الحق، كل موقف توفيق لله، ما تضيعش موقف بدون دعوه ابدا عشان عداد حسناتك دايما يبقى شغال. فبكلمه في الدين فيقول لي لو سمحت والله يخليك وانت مش عارف الناس، ده انا عارف كل كلام انت بتقوله ده، انا رحت لواحد علي 1000 جنيه اقول له اجلهم شويه، قال لي تدفعهم 2000، وواحده خبطتني بالعربيه لان مركزها كبير ما عرفتش اخد منها حق. ايوه يا ابني بس اسمعني، الله يخليك، الله يخليك بالهدوء بس كده. لا اللي انت عارفه، اللي انت بتقوله ده انا عارفه.
قلت له بص انت زعلان من الناس دي اصلا فزني بقى في الاخر، انت زعلان من الناس دي لانها عاملتك معاملة وحشة. احنا بنعامل الله معاملة اسوأ من كده، ليه ما بنتألمش نفسيا من معاملتنا لله؟ قال لي لا استنى استنى بقى، ده انت مش عارف انا متدين قد ايه، شوف تعال شوف قد شريط ايه قرآن اهو، وشوف الشريط ده إيه؟ لا ده شعبان عبد الرحيم استنى، والشريط ده قرآن لا ده عمرو دياب استنى، والشريط ده شفت يا عم الشيخ بقى شفت انا عارف ربنا ازاي. لا ما شاء الله، الله يعينك الله يعينك. يبقى اذا يا جماعه اول مشهد النبي بيدعي على يستهتر برمضان، ثاني مشهد النبي برضه النبي بيعمل ايه؟ النبي عليه السلام بيدعي برضه بس بيدعي لنفسه، بيدعي لنفسه بالتاكيد بالجنه بالمغفره بالفردوس الاعلى، النبي ما هوش طالب دنيا، ده بيدعي لنفسه طول العمر، النبي بيدعي لنفسه طول العمر بيقول اللهم بلغنا رمضان عليه الصلاه والسلام كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما تمناش طول العمر غير عشان رمضان، ازهد الناس في الدنيا دعا بالعمر في الدنيا عشان رمضان. المشهد الثالث مشهد في السماء فوق بقى، وانت بتبص على السماء كده هتلاقي ملك بينادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اكثر، يلي عايز تتوب يلا، يلي عايز تبدا صفحه جديده مع الله يلا، يلي عايزه بقى تبدا علاقه جديده مع الله وتمسحي كل اللي فات يلا، يلا على ربنا بقى ويا باغي الشر اكثر. ما عادوش بيقصروا يا رب يا رب، كان زمان الشاب اللي بيشغل طقم الصوت بتاعه في العربيه ويمشي يعكس البنات كان بيقفل طقم الصوت في رمضان، الوقت عاد بيشغله يعكس برضه في رمضان. كان زمان يا رب بتحط المكياج بره رمضان، في رمضان ما تحطش، الوقت عاد بتقف الساعتين نفسهم قدام المرايه قبل ما تنزل. كان زمان يا رب بتتحجب في رمضان وهي مش محجبه، الوقت عاد بينزلوا بشعرهم عاملينه عند الكوافير عادي يا جماعه. يا الهي خدوا بالكم يا جماعه، في ناس بقالها 6-7 شهور قاتله نفسها ليل نهار عشان تعرض لكم برامج في بعض القنوات تضيع عليكم رمضان، احذروا. في ناس عايزه رمضان يضيع عليكم، احذروا، اوعوا حد يفتنكم عن الله في رمضان. فرسان رمضان مشاهد في المعركه عشان تبقى فارس، عايزينك تبقى فارس ولا اي فارس ازاي يا جماعه؟ انتوا عارفين حديث سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله؟ ده انا هقول لك دلوقتي كلام خطير جدا، ده انا هقول لك ان رمضان فرصه انك تقف في ظل عرش الله. قال يعني تعب شهر واحد اقف بيه في ظل عرش الله؟ طب ازاي يعني جبت الكلام ده منين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال السبعه اللي بيظلهم الله بظله قال مين؟ ها؟ امام عادل. الاصل في الامام ان هو مش عادل، شاب نشأ في طاعه الله، الاصل في الشاب ان هو بيقعد يعصي وبعد كده يتوب لما يكبر. رجلان تحدث في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الاصل ان الناس بتعرف بعضها في المصالح مش بيعرفوا بعضهم في الله. رجل قلبه معلق بالمساجد، الاصل ان الناس حتى اللي بيصلي في المسجد الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله يكون ايده على الجزمه قبل ما يقول الثانيه يكون بره، مين اللي قلبه معلق بالمسجد؟ ورجل ذكر الله خاليا ففرضت على الناس، الاصل ان حتى اللي بيبكي بيبكي قدام الناس، واحنا بنصلي مع بعض في صلاه الجماعه ولا في صلاه الجمعه ولا في صلاه التراويح، مين اللي يبكي لوحده؟ يعني فهمت دلوقتي فكره الحديث يا جماعه؟ فكره الحديث ان الناس دي في الدنيا كانت في وادي وكل الناس في وادي، في يوم القيامه يتحطوا لوحدهم في ظل العرش وكل الناس في الحر، يعني ايه؟ يعني اللي هيتميز في حاجه دونا عن كل الناس يبقى في ظل عرش الله باذن الله، يعني ايه؟ يعني لو انت بقيت فارس من فرسان رمضان فعلا وبطل من ابطال رمضان ابشر انك انت هتبقى في ظل عرش الله يوم القيامه، يعني عايزك تبقى فارس ولا اي فارس في رمضان بقى؟ عايزك تقول يا رب يا رب يا رب اغنم لي كل ساعه في وقت في رمضان ده عبادتك يا رب، يا رب ما تخلينيش اضيع ولا ثانيه في رمضان غير في طاعتك يا رب، يا رب انا عايز اخرج من رمضان وانا واخد كل غنائم وصفقات رمضان العظيمه يا رب، يا رب انا نويت وعزمت، عني يا رب ويسر لي طريقي يا رب، خلي العزيمه دي عندك من الوقت وخلي العزيمه دي عندك من الوقت وابداوا من الوقت اشتغلوا واسترضوا الله عشان يفتح عليكم الفتح العظيم ده في رمضان. رمضان معركه واحنا عايزين نبقى فرسان هذه المعركه، كل معركه لها غنيمه، يعني مفيش حد هيطير رقبته في معركه وهو مش منتظر غنيمه، يبقى انا لازم داخل ومطمعان في غنيمه. ايه غنيم رمضان؟ خد بالك خد بالك يا حبيبي، خد بالك يا اختي في الله، خد بالك يا اخي، ان الغنائم اخر المعركه بتتوزع مش بالتساوي، كل واحد حسب بطولته بياخد غنائم اكتر من الثاني، في واحده هتخرج بنقاب وواحده هتخرج بالذان وواحد هيخرج بطوبه نصوح وواحد هيخرج بذنب كان مش قادر يسيبه وسابه في رمضان، وواحد هيخرج بواحده كان في علاقه بينه وبينها وسابها في رمضان، في واحد هيخرج بثبات طول عمره، وواحد هيخرج باسبوعين وبعد كده ينتكس، في واحد هيخرج بالفردوس الاعلى، الله اكبر، الفردوس الاعلى صبر من ثمار رمضان يا جماعه، واحد هيخرج بثلاث اربع ابواب الجنه، وواحد هيخرج بانه يقف على الاعراض 50,000 سنه يوم القيامه لانه برضه ما عرفش يستغل رمضان صح، وواحد هيخرج ان هو استهتر برمضان يقع بذنوبه في الجهنم يحرق بيها وبعد كده يبقى يدخل الجنه بعد كده، يعني في ناس، في واحد هيخرج من رمضان بورد قيام ليل ثابت،
وواحد هتخرج باثنين وخميس ما تسيبوش، وواحد هيخرج بورد قرآن لا يمكن يسيبه بعد كده، وواحد هيخرج من رمضان داعي الى الله، وواحد هتفوز بانها تبقى داعيه الى الله بعد رمضان. غنائم يا جماعه، غنائم. الصحابه لما راح يجاهد مع النبي والنبي اداله غنائم من الدنيا قال له ما على هذا تباتك، لا 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 انا عايز غنائم الاخره، غنائم الجنه. اوعى اوعى في سوق الرحمات والعطاءات والنفحات والكرامات والفيوضات تطلع خسران من غير غنائم. اوعى تطلع خسرانة من غير غنائم. رمضان له غنائم، اوعى تضيع الغنائم. قبل المعركة كله بيستعد، الشيطان هيتكبل في رمضان، بيستعد من الوقت، بيعمل ايه؟ بيزرع الغام في الطريق. خد بالك ممكن يزرع لك الغام الوقتي، يزرع لك لغم بنت تتعرف عليها ضاعت، خلاص ضاعت لك رمضان، يزرع لك لغم ولد يتعرف عليك ضاعت، ضاع لك رمضان. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع كبير جدا، الموضوع في غايه الخطوره والله يا جماعه. يبقى خدوا بالكم من الغام الشيطان في ال 13 يوم الجايين دول، خدوا بالكم، لانه هيحاول يزرع الغام قدر ما يستطيع داخل البيوت وخارج البيوت. فاحذروا يا جماعة من ألغام الشيطان قبل رمضان، واحذروا من الألغام اللي هتتزرع من الوقت وهتتعرض في رمضان في البرامج المختلفة اللي بتفتن الناس عن دين ربنا. أما واحد يقول ده احنا عاملين شوية برامج في القناة دي هتخلي الناس ما تنزلش تصلي العشاء، ده كلام، واحنا اللي يضحك علينا. فرسان رمضان، رمضان معركة، وكل معركة يبقى فيها مكاسب يبقى لازم فيها تضحيات، يبقى لازم نوطن نفسنا من الوقت ان احنا هنضحي عشان رمضان. هنضحي عشان نفوز بايه؟ ايه اللي احنا هنضحي بيه؟ هنضحي بالدنيا لغايه ما رمضان يخلص. وقف لله، خلاص يا رب انا هتكع على الكبس بتاع مروحه الدنيا عشان هي هتفضل تبطأ 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 على اول رمضان تكون واقفه تنطلق الى الله في رمضان. امراه عمران قالت رب اني نظرت لك ما في بطني، هو اللي املكه يا رب، اديته لك كله، محرره فتقبل مني. قولي رب اني نظرت لك رمضان محرره، مفيش فيه دنيا يا رب، فتقبل مني. رمضان ده موسم الشحن بتاع السنه كلها، فاشتغل فيه على قد ما عايز تشحن السنه كلها. ضحوا بالدنيا يا جماعه في رمضان. يعني اوحى الله الى داود في الاثر ان يا دنيا من خدمك فاستخدميه، اللي هيخدمك ذليه واستعبديه، ومن خدمني فاخدميه، خليكي خدام عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول مالي وانا الدنيا، ومال الدنيا ومالي، ومال الدنيا ومالي. سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله، خير بين الله وابنه اختار الله، بين الله وابوه اختار الله، بين الله وقومه اختار الله، بين الله وزوجته اختار الله، بين الله وحياته اختار الله. اختاروا الله في رمضان يا جماعه، اختاروا ربنا في رمضان. كنا لسه بنتكلم عن ماذا لو اخترنا الله، ماذا لو اخترنا الله في رمضان بقى. يبقى اذا التضحيه اللي هنقدمها عشان نفوز بغنيمه رمضان ان الشهر ده بتاع ربنا بقى، الشهر ده في السنه بتاع ربنا، زي ما يوم الجمعه في الاسبوع بتاع ربنا، الشهر ده في السنه بتاع ربنا. يبقى اذا رمضان معركه ولازم نبقى فرسان بتوعها. طيب عشان نبقى فرسان المعركه ديت لازم يبقى لينا هدف. اي حد نازل معركه بينزل معركه وله هدف، عارف هدفه ايه؟ اهدافنا في رمضان، يا ترى ايه اهدافك في رمضان؟ ايه الاهداف اللي انت هتبقى طموحاتك عشان تعرف رمضان؟ ركز معايا بقى، ولو سمحتوا يا جماعه، يعني لو سمحتوا كل واحد منك او منك يقوم الوقت يجيب ورقه وقلم معايا، عشان بعد دقائق هنتكلم ان شاء الله في برنامج هنجيب، اكتبيه واكتبه، اكتبوا المشاريع اللي نقولها وعلقها في الاوضه، عشان المره الجايه ان شاء الله برضه هنضيف عليها حاجات في غايه الجمال هترتب لك وقتك. دول هيبقوا دستور حياتك في رمضان ان شاء الله، دول اللي هيخلوك مالتي مليونير، خارج من رمضان ملياردير حسنات. لان لو واحد عنده شركه فبيبقى مليونير، لو واحد عنده مجموعه شركات مجموعه مشاريع ده ملياردير. انا عايزك تخرج من رمضان مالتي مليونير، ازاي؟ هقول لك المشاريع، مجموعه الشركات والمشاريع اللي احنا هنعملها مع بعض في رمضان ان شاء الله. ايه الهدف بتاع رمضان؟ اول هدف، اول هدف ان احنا بقى مره نحس بحب الله بقى، قلوبنا تنضف بقى عشان نقدر نحس ان احنا بنحب ربنا اعظم لذة في الوجود. اخر كان بيكلمني من ايام بيقول لي، كنا قاعدين لوحدنا، بيقول لي انا بحب ربنا لدرجه مش قادر، انا بحب ربنا لدرجه ان انا بجيب ورقه وقلم واقعد اكتب له انا بحبه قد ايه، واقعد انجيه على الورق من كثر الحب اللي في قلبي، الاقي دموعي غرقت وشي، دموعي نزلت على وشي من الحب، اقوم اجيب الورقه بالحبر اللي عليها امسح بيها وشي عشان دموع الحب تختلط بالحبر اللي كتبته لله من حب لله سبحانه وتعالى. شوف الحب يا جماعه، الرسول كان بيقول يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي. يا جماعه اللي بيحب ما يعرفش ينام، والخايف ما يعرفش ينام، واللي حاسس بجلال الله ما يعرفش ينام،
من الحب اللي في قلبه لله ما هوش عارف ينام يا جماعه. احنا عايزين نوصل للدرجات دي بقى، عايزين نحب الذين امنوا اشد حبا لله. اللي بيحب ده بيتعرف، بيتعرف انه بيحب من شكل وشه ومن صوته اول ما حبيبه ينادي عليه، ومن كلامه عن حبيبه في اي موضع في الكلام، ومن شكل وشه لما حبيبه يذكر في غيبته. قلبه كله فيضانات حب، كل قلبه ما بينامش يا جماعه. ده اللي بيحب. عايزين ندوق حب ربنا بقى، هندوق ازاي الا لو قلوبنا نطفت بالعباده، نبدا نحس بقى بحب الله. يا جماعه يعني ارجوكم خلوا هدفنا في رمضان السنه دي ان احنا اخر رمضان نحس بحب الله. الحب اكبر عاطفه تغييريه على الاطلاق والله، اكبر من الخوف من النار، واكبر من الطمع في الجنه. اللي ممكن يقلب حياتك اكتر من النار والجنه انك تحبه، انك تحس انك انت خلاص ليلك ونهارك هيتقلبوا كلهم خدمه ليه وعباده ليه. الهدف الثاني لنا في رمضان ان احنا نخرج بكلوب نور على نور. الكلوب ده لو معانا هينور لنا طريقنا، مش هنخرج بعد رمضان نتوه بقى ونرجع تاني وننتكس تاني، لا. الكلوب ده ربنا وصفه في ايه المشكاه، ولا إيه؟ الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، الفتيله المنوره، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري، الازازه اللي حوالين الفتيله نورها زي نور كواكب السماء من الاضاءه، والفتيله نورها شد من نور الازازه، الفتيله تقلب الليل نهار، ويوقد من شجره مباركه ها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت نور، والازاز نور، والفتيله نور، والمشكاه اللي محطوط فيها المصباح ده كله عشان تجمع نوره نور، ومجمعه النور نور على نور. عايزين الكلوب ده، انتوا عارفين الكلوب ده فين؟ ربنا بيحطه فين؟ بيحطه في قلبك. لو اجتهدت في طاعته هيحط الكلوب ده في قلبك. يا جماعه ايه المشكله؟ بتقول لنا ان في ناس لو فتحنا صدرها هيخرج كميه نور من صدرها تنور دول، تنور العالم كله. انت مش عايز النور ده يبقى جواك؟ انت مش عايز النور ده يبقى جواك؟ عايزين يا جماعه نشتغل في رمضان في العباده وفي القران. القران نور، القران على نور الايمان هم اللي بيجيبوا الكلوب ده. فعايزين نجتهد في القران ونجيب اخرنا عشان ربنا يدينا الكلوب ده في رمضان. الهدف الثالث قلبك، معركه تحرير القلب لازم. انت الشيطان احتل قلبك، خد بالك، وهيسيب نفسك خليفه في رمضان. معركتك مع نفسك انك تطردها من قلبك، وقلبك يرجع حر تاني لله سبحانه وتعالى. يا جماعه، يا جماعه عايزين نخرج من رمضان بقلب سليم، بقلب نظيف، بقلب طاهر، بقلب تاني. ده لازم يبقى هدفنا في رمضان، قلبك تخرج بالقلب ده. انا عايز اقول لك خد بالك، عد معايا، على قد حال قلبك مع الله على قد فتح الله عليك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. على قد حال قلبك مع الله على قد اصطفاء الله ليك واختيار الله ليك. ربنا بيقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. ايه الفرق بين الاصطفاء الاول والثاني؟ الاصطفاء الاول احنا كلنا فيه الوقت ان انا بتكلم عنه وانت بتسمع عنه، ده الاصطفاء الاول ان احنا قاعدين نسمع عنه. الاصطفاء الثاني بقى واصطفاك على نساء العالمين انك انت تبقى داعيه، انك انت ربنا يقدر انك تبقى داعيه يلتزم على ايدك ملايين الفتيات، انك تبقى عالم من علماء الدين، انك تبقى امام من ائمه الدين. طب قبل الاصطفاء الثاني بقى يا مريم ان الله اصطفاك، خلاص اهي قبل واصطفاك على نساء العالمين وطهرك، يعني اللي هيصطفى الاصطفاء الخاص اطهر قلوب واحسن قلوب وانضف قلوب على حسب حال قلبك مع الله على حسب اصطفاء الله ليك. ثلاثة، على حسب حال قلبك مع الله على حسب ولاية الله ليك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شاهد على كل حاجة أنت بتعملها. الآية اللي بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه اللي جد بعد دي؟ إن اللي بيراقبوا ربنا في الآية اللي قبلها هم أهل الولاية. قلوبكم يا جماعة، عايزين بقى نتكلم الوقت بقى، الورقة والقلم تطلع بسرعة ونتكلم مع بعض في المشاريع دي، لان احنا معانا الوقت 10 دقايق. يعني ممكن ايه، يعني الناس اللي معانا هنا طيبين ممكن ناخد كمان 3-4 دقايق كده يا جماعة ونخلص الموضوع فيه ان شاء الله. خدوا بالكم اقول لكم دلوقتي مشاريع عشان تطلع مالتي مليونير، عشان تبقى صاحب جروب استثمارية اخروية عظيمة معاك. اول مشروع هنكتبه مع بعض، مشروع تزويج الشباب. ايه ده؟ ايه مشروع تزويج الشباب ده؟ ابو سليمان الدراني كان بيتهجد في قيام الليل فنام هو ساجد، فاتته حوريه جمالها لا يوصف، خبطته برجلها وقالت يا حبيبي. الله، لو شاب سمع ديت بقى وهو في قيام الليل يغمى عليه على طول. يا حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم،
أتنام وأنا أرد لك في الخضور منذ كذا وكذا، يعني إيه بشرات زوجي الشباب يا جماعة من الحور العين يا جماعة. طب وأنا واحدة يعني ما أنت هتبقى الحور العين يا ست متخفيش، هنروح منكم فين يعني؟ مشروع تزوج الشباب من الحور العين، التهجد في الثلث الأخير من الليل، اوعى تقول لا، اوعى تستصعبيه، اوعى يا جماعة، اوعى، اوعى ربنا يديكم عمركم ويديكم عينيكم وإيديكم ورجليكم وصحتكم ومالكم وولادكم وأموالكم وشهاداتكم ويغرقكم نعم، وفي الآخر بعد كل النعب يتنزل لنا ساعتين ثلاثة آخر الليل نقول له لا إحنا هننام. اوعى يا جماعة بالله عليكم اوعى. هو مشروع تزويج الشباب. المشروع الثاني مشروع الحصول على البراءة. ايه البراءة دي؟ كل واحد فينا متهم بتوبتين لو اتحكم عليهم قدام ربنا في الاخر يروح جهنم والعياذ بالله. التهمة الاولى ان عليه ذنوب تدخله النار، والتهمة الثانية النفاق ان هو بيؤثر الدنيا على الاخرة، وده النفاق. الرسول قال ان اللي يصلي 40 يوم ها في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني في الصف الأول تكبيرة الإحرام من أولها تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر، ده الموظف بيروح 40 سنة ينضف الدفتر قبل الساعة 8 الصبح انضف. طب وأنا واحدة يا أختي في الله في أوضة نومك ساعة ما الأذان يبدأ تبدأ الصلاة على طول إن شاء الله، بتتأخريش ولا دقيقة. يبقى إذن يا جماعة ده مشروع الحصول على البراءة. المشروع الثالث مشروع ابني لك بيتا في الجنة كل يوم. إزاي؟ بال 12 ركعة سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر والظهر لوحده مع ستة، أربعة قبل واثنين بعده، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، بيت في الجنة كل يوم في صحيح مسلم بال 12 ركعة دول. المشروع الرابع مشروع ال 30 غزوة. إيه ال 30 غزوة دول؟ جلسة الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها بحجة وعمرة، يعني 30 حجة وعمرة، يعني في الآخر نقول لك مبروك يا حج بعد رمضان. والرسول برضه بعت صحابة بعث، فالصحابة راحوا البعث فرجعوا بسرعة جدا ورجعوا بغنيمة كبيرة جدا، فالصحابة اتعجبوا قالوا ما أسرع كرتهم وأعظم غنيمتهم. فالرسول قال ألا أدلكم على ما هو أسرع كرة وأعظم غنيمة؟ إيه يا رسول الله؟ لأن يتوضأ أحدكم في بيته فيحسن الوضوء ها؟ ثم يذهب إلى المسجد فيصلي الغداء اللي هو الفجر، ثم يعقبه بصلاة الضحى، يعني يقعد جلسة الضحى وجلسة ما يصلي الضحى، ثم يعود إلى بيته، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. 30 غزوة، الرسول قال ان دي غزوة، غزوة هترجع بغنام عظيمة وترجع بسرعة. يا ترى هتنتصر على نفسك في كم غزوة منهم؟ يا ترى هتنتصر على كسلك وفطورك في كم غزوة منهم؟ يا ترى هتفرك عينك كده وتقول انا مش ممكن اتهزم في الغزوة دي قدام نفسي في كم غزوة منهم؟ اوعى يا جماعة حجة ولا عمرة ولا غزوة تفوت علينا في رمضان بإذن الله. ومن الوقت يا جماعة الكلام اللي بقولكم الوقت ده برازة من الوقت، الورقة دي هتكتبوها واللي هيفوتوا الورقة دي مش هعرف يكتب معايا حاجات على الموقع إن شاء الله، هيدخل حتى ملف رمضان يعني بدأ ينزل كامل بإذن الله سبحانه وتعالى، يدخل يسمع تاني الجزء ده من الحلقة ويكتبهم، لأن الكلام ده والله خطير. ده يا جماعة نتاج سنين 14 رمضان مروا على الواحد بفضل الله من ساعة التزامه، والواحد كل رمضان ربنا يرزقه فكرة جديدة فكرة جديدة. فخدوا بالكم يا جماعة عشان الجدول ده تكتبه وتعلقه ويبقى نبراز حياتك من الوقت والبرازة بتاعتك من الوقت، يدخل رمضان تنطلق فيه. المشروع الخامس بعد كده مشروع رحلة إلى العرش. رحلة إلى العرش إزاي؟ اسمع بقى الحديث اللي في مسلم الإمام أحمد وفي ابن ماجه وحديث حسن الشيخ الألباني. حديث بيقول لك إيه؟ بيقول لك الحديث يعني صححه قال العلم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، بيقول لك إيه؟ بيقول لك من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال له مش دي اللي أنت كنت لسه قايلها من شوية؟ آه لسه قايلها لك من شوية وقلت لك إنها لمت معظم أنواع الذكر مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يصعدنا يتعاطفنا حول العرش. تفضل الكلمات دي تطوف حوالين عرش ربنا، لهن دوي كدوي النحل يطوفوا حوالين ربنا بصوتك انت حوالين عرش ربنا بصوتك. فيذكر صاحبهن بهن عند الله، ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله؟ يعني إيه؟ يعني الوقت يا جماعة دي رحلة إلى العرش، أنت هيطلع بصوتك تسبيح لله تطوف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى، زي أصوات التسبيح حوالين الكعبة كده لما تقف في الدور الثاني وتسمعها تبعث في قلبك الجلال. يبقى إذن المشروع ده ممكن نسميه مشروع الليل والنهار. بالله عليكم الأربع كلمات دول ما تبطلوش ليل ولا نهار إنكم تقولوهم. الأربع كلمات دول أخطر ما يكون يا جماعة، ده الرسول بيقول إن كل كلمة منهم بشجرة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. طب بالله عليكم قولوها الوقت معايا، كل واحد يقول سبحان الله والحمد لله ها ولا إله إلا الله ها والله أكبر. أهوانا الوقت كده أنت كل واحد منكم خد أربع شجرات، وأنا بإذن الله بعدتكم كلكم خدت أربع شجرات مضربين في العدد بتاعكم. بركة الدعوة إلى الله، اشتغلوا في الدعوة عشان تاخدوا.
اشتغل في الدعوة عشان ربنا يديك. خليكم فرسان قرآن وفرسان دعوة وفرسان عبادة وفرسان علم. عيشوا عشان ربنا يا جماعة. انطلقوا في رمضان. رمضان ده عامل زي القوة الدفاع بتاعت الصاروخ اللي بتفضل ترفع صاروخ ترفع صاروخ لغاية ما يجي يخرج من مجال الجاذبية الأرضية تقوم واقعة والصاروخ ينطلق خلاص في الفضاء. فرمضان ده المنطلق بتاع السنة كلها، هيخليك طلقة زي الصاروخ بتاع السنة. يبقى المشروع بعد كده رحلة إلى العرش. بعد ما تطلع بقى لغاية العرش بصوتك بقى اوعى تنزل تاني، اوعى تبطل الأربع كلمات دول ولا ليل ولا نهار. ده اسمه مشروع الليل والنهار، مشروع رحلة إلى العرش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واللي عايز يضيف لأن جت في حديث ثانية ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكلمات ده هي الأربع كلمات ده، كل كلمة لما بتقولها أثقل عند الله من إنك تطلع جبل أحد ذهب. يا إلهي، حديث كتير جدا في الأربع كلمات دول. ده لما سيدنا محمد طلع في السماء السبع لسيدنا إبراهيم في المعراج، الوصية اللي وصى بيها الأربع كلمات دول. اوعوا يا جماعة تسيبوهم. ده المشروع اللي بعد كده، المشروع الثالث، مشروع من سيربح المليار. ايه ده؟ مش المليون، لا المليار. ختمة القرآن في رمضان بعد مضاعفة الأعمال ده حوالي 200 مليون حسنة، يعني 3-4 ختمات تدخل في المليار على طول. بس خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، اوعوا تقروا من غير ما تتدبروا. لا 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 لا، اوعى. سيدنا ابن عبد الله بن عباس كان يقول انك تقوم بالبقرة أحسن من البقرة وآل عمران. يا ابن عباس ده آل عمران 10,000 عرس، لما شيلهم برضه يفضل ثواب اكتر. اه، لان التدبر ثوابه اعلى من القرايه. ايه واحده تصلي بها طول الليل ثوابها اعلى من انك تقرا القران كله بس من غير تدبر. عمر ابو سليمان الدراني كان بيقرا الايه في 5 ليالي، يعني سوره الزلزله يقعد فيها شهر ونص. عمر بن الخطاب حفظ البقره في 12 سنه يا جماعه، يعني الايه في اسبوع. يا جماعه احنا زمان كان رمضان ده طول النهار هيتقرا النهارده الجزء الاول، طول النهار بقرا تفسيره وتقرا تفسيره وطول الليل بتصلي بيه، هو ده رمضان. انما تقرا القران وتذم من رسول الله ازاي؟ الرسول عليه السلام ذم الذين يقرؤون القران، الرسول ذمهم ازاي؟ لا يتجاوز حناجرهم. قران هنا بس، ما دخلش هنا. اوعى تقرا القران من غير ما تدخل هنا، اوعى. عشان كده امريكا لما جت تعتدي على القران من سنتين وجت تعمل الفرقان بتاعها، ربنا خسف بيها في اعصار كاترينا. قرآن ليخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمة التخلف الحضاري لنور التطور الحضاري، من ظلمة التأخر الدراسي لنور التفوق الدراسي، من ظلمة الشك والري لنور اليقين والإنابة والإخبات الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة مش ممكن ابدا تبقى مش قادر تتوب معاك القرآن، مش ممكن تبقى مش قادر تلبس القبو وانت معاك القرآن. نشد حيلنا في القرآن. المشروع اللي بعد كده مشروع التأمين على رمضان. ايه مشروع التأمين على رمضان؟ ادعو يا اخي، انت ليك 7-8 اصحاب ادعوهم معاك في رمضان، يبقى انت كده 7-8 رمضانات. بلاش بقى نظام استاذ مكسوف واستاذة مكسوفة بتاعكم بقى يا جماعة. يا جماعة قوة قلب في الحق. واحد صاحبي دخل مسجد وكان لسه مبتدئ، فبدأ يصلي، فقام واحد يوقف وراه شوية، بقى 3-4 بقى صف وراه، فصاحبي اتلخبط وبيتكسف جدا. فقام عامل ايه بقى؟ استاذ مكسوف بقى. اول ما سجد الناس سجدت وراه، قام باصص وراه كده لقاهم ساجدين، قام واخد الجزمة بتاعته وطالع. ينفع يا جماعه الكلام ده؟ ما نتكسفش يا جماعه عشان ما نقابلش ربنا يوم القيامه يقول لك عبدي استنصرتك فلم تنصرني، تقول له يا رب كيف انصرك وانت رب العالمين؟ يقول لك انت مش شفت ديني بيتقطع؟ انت مش شفت الشباب احوالهم وصلت لايه؟ احوال تبكي القلوب دم. انت مش شفت صحباتك وصلوا لايه وبعدوا عن ربنا قد ايه؟ انت مش شفت ولادك وصلوا لايه؟ قوموا اشتغلوا في الدعوه، قوموا ادعوا الى الله، خلوا رمضان ده موسم دعوه وهدايه. والله انا مستبشر لرمضان السنه ده يا جماعه، ان رمضان السنه ده يبقى فتح في الهدايه على مصر وعلى العالم الاسلامي كله ان شاء الله. قوموا اشتغلوا في الدعوه عشان تاخدوا من غنيمه الدعوه، غنيمه رمضان مش بس في القران، غنيمه رمضان في الدعوه الى الله. المشروع اللي بعد التامين على رمضان مشروع صيام الدهر. ازاي ده بقى؟ احد السلف التقط لقطه ذكيه جدا. قال لك رمضان لو انا فطرت صائم اخد ثواب يوم صيام. خدوا بالكم، تفطير اللي هيفطر يوم في رمضان صائم كانه خد يوم صيام من رمضان مش من اي يوم عادي، فهاخد يوم. والحسنه بعشر امثالها يبقى اخد 10 ايام، يعني لو فطرت 36 صائم يبقى كاني صمت 360 يوم في السنه رمضان، يعني صمت السنه كلها رمضان. يبقى اذا 36 صائم، فطر 36 صائم، اكفوا الاسره يا اخي، شوف اسره من قرايبك اللي دخلهم 500-600 جنيه وهم 5-6 افراد والمدارس داخله ورمضان داخل، شوف اسره من قرايبك وروح يا اخي اديهم 500 جنيه يا اخي، اديهم 1000 جنيه يا اخي، اديهم مبلغ زي ما ربنا كرمك، هات لهم شنطه خزين ب 500-600 جنيه في اول رمضان او في نص رمضان، مره في اول رمضان ومره في نص رمضان. صيام الظهر يا جماعه، صيام الظهر، اكلوا الناس، اطعموا الناس، فطروا الناس.
المشروع الاخير مشروع الاعتكاف. الاعتكاف الاعتكاف ده ياما شباب التزموا فيه، ياما بنات كانت مزلزلة وربنا فتح عليها، ياما شباب كانوا مزلزلين وربنا فتح لهم الوسع فيه. يا جماعة ده التوراة نزلت ليلة 7 رمضان في حديث صحيح رسول الله، وصحف ابراهيم ليلة 1 رمضان، والانجيل ليلة 14 رمضان، والقرآن ليلة 24 ليلة 25 رمضان. يعني رمضان ده شهر اللي ربنا اصطفاه يبقى نور وهداية للعالمين، ده شهر الهداية. هاتوا اخركم في رمضان عشان الهداية، اعتكفوا بالله عليك يا والدي، بالله عليك يا والدتي، بالله عليكم اوعوا تمنعوا لكم انهم يعتكفوا في رمضان، بالله عليكم. ويا جماعة يا اللي قائمين على المساجد افتحوا مساجدكم في العشر الاواخر 24 ساعة. يا جماعة اتقوا الله يا جماعة، عايزين يبقى رمضان العشر الاواخر دول موسم عبادة ربنا يطلع على المسلمين ينزل عليهم بركات السماء والارض من حب لعبادتهم وطاعتهم. 10 مشاريع قلناهم، رمضان معركة، رمضان عايزين نبقى فرسان فيه، نازل مع فرسان اشداء. ها هتروح الصوم فين؟ كفايه كلام وكفايه كتل وكفايه تضييع في العمر وكفايه غفله. ايه السلاح بتاعك اللي هتستعمله في رمضان؟ القران حالك معاه ايه؟ ها ايه اللي انت هتركبه في رمضان؟ هتركب صاروخ وتنطلق الى الله، سرعتك الى الله ايه؟ رمضان ده معركه 30 جوله، هتجيب نفسك من ضرب القدر في الجوله الكام؟ المشاهد اللي مفتوحه قدامك، والنبي بيدعي على اللي بيستهتر في رمضان، والملك بيدعي على اللي هيجي يا باغي الخير اقبل على الله وخذ عطاءات الله سبحانه وتعالى. اي معركة لها غنيمة، غنائم رمضان هتطلع بغنائم قد ايه؟ هتطلع بغنائم قد ايه؟ يا رب يا رب اعظم غنائمنا في رمضان يا رب، يا رب اعظم غنائمنا في رمضان يا رب، يا رب نطلع مليارديرات من الحسنات في رمضان يا رب، ونطلع رجالة وابطال من ابطال الدين والايمان والاسلام يا رب واليقين يا رب. رمضان يا جماعة غنيم، لازم تضحيات، مدام في معركة ضحي بالدنيا، ضحي بالدنيا الفترة دي بهم الدنيا تماما عشان تطلع من رمضان وانت منطلق الى الله سبحانه وتعالى. اعرف هدفك في رمضان ايه، هو الخروج بكلوب نور على نور، تنزل الجامعة بقى وانت تنزل شغلك بعد كده خلاص حياتك منورة. انك تخرج بالقلب السليم، القلب اللي يستاهل ان ربنا يصطفيك ويتولاك ويفتح عليك ويقيمك به، انك انت تخرج من رمضان وانت بتحب ربنا بعد ما قلبك صف وطار، انك انت تخرج مالتي مليونير في الحسنات بالمشاريع اللي احنا قلناها، تزويج الشباب التهجد في الثلث الاخير من الليل، براءة تكبيرة الاحرام 40 يوم، ابدأ من الوقتي من الوقتي، ولو وقعت قوم وكمل. ومر ربنا ادانا عمر ليه 13 يوم و30 يوم في رمضان 43 يوم، يعني قدامك فرصة انك انت تطبقها اهو، يبقى قوم مشروع البراءة، مشروع تزويج الشباب والبراءة وبيت في الجنة كل يوم 12 ركعة سنن رواتب، مشروع من تربح المليار ختمات القرآن ابدأ من الوقتي، مشاريع عظيمة، مشروع الاعتكاف، مشروع صيام الدهر، انك انت تفطر صايمين واطعم واعمل شنط رمضان وبر رحمك. يبقى اذا يا جماعة كل دي مشاريع زي التأمين على رمضان كده والدعوة الى الله، كلها مشاريع بتقول ان لازم نبقى فرسان في رمضان السنة دي ان شاء الله. لازم يا جماعة عهد ربنا من الوقت عهد قدام ربنا كده ان شاء الله رمضان السنة دي هنبقى فرسان ان شاء الله. اخر حاجة بقولها قبل ان اغادر مقامي هذا، ان قبل اي معركة لازم الجيش يستعد. الجيش اهو قاعد اهو، احنا قاعدين بنتكلم مع بعض اهو، لازم نستعد، لازم يبقى في معسكر تدريبي للجيش قبل رمضان. ادخلوا المعسكر التدريبي، اوعوا اوعوا الحاجات دي تروح عليكم في ال 13 يوم الجايين، اوعوا جلسه الضحى، اوعي اوعي تضيعيها ولا يوم. ساعه تهجد في الثلث الاخير من الليل يا جماعه، يا جماعه ده كنز عمرك كله، ده اغلى ساعه في عمرك كله، اغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله هم ايه؟ الساعه اللي قبل الفجر والنص ساعه بتاعه الفجر والساعه اللي بعد الفجر بتاعه جلسه الضحى، اغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله. يبقى اوعى تضيع قيام الليل قبل الفجر ساعه، اوعى اوعى تضيع جلسه الضحى، اوعى تضيع 12 ركعه سنن رواتب في اليوم ببيت في الجنه سواء في رمضان او بره رمضان. اوعى يا جماعه شريط يوميا لازم يتسمع، بالذات شرايط رمضان على الموقع بتاع ويتو الله بفضل الله ان شاء الله، تبقى لاجل الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله، يعني ملف كبير جدا من الشرايط والفلاشات والافلام الفيديو، ملف كبير جدا هينزل ان شاء الله باذن الله النهارده عشان اللي عايز يسمع يسمع. اشتروا شرايط ووزعوها يا جماعه، اشتروا شرايط رمضان ووزعوها، اشتروا شرايط عن الجنه والنار ووزعوها، اشتغلوا بقى. يبقى اذا سماع شريط يوميا باذن الله. خامس حاجه، ورد قران يومي ولو جزء على الاقل، ولو جزئين على الاقل، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى فعلا يبقى دخلنا في معسكرات التدريب ننطلق الى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ونبقى ايه؟ ها؟ فرسان رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله عشان هنكمل ملف رمضان، بس الدرس المره الجايه بقى هيبقى درس باذن الله في غايه الاهميه، لان هديكوا برنامج خلاصه ان شاء الله 14 سنه رمضان، هديكوا برنامج ان شاء الله بالساعه في اليوم من اول ما تصحى لغايه ما تنام بالساعه، ازاي حياتك كلها تبقى عباده في رمضان وتفوز باعظم الغنائم في رمضان ان شاء الله.
في يوم في حياة صائم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، قولوا أمين من قلوبكم، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على حسن عبادتك آناءها يا رب العالمين، اللهم املأ حياتنا بطاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا، اللهم استعملنا لطاعتك في كل ساعة من عمرنا وفي كل لحظة من عمرنا وبكل ذرة من طاقتنا يا رب، استعمل حياتنا كلها في طاعتك يا رب العالمين، املأ حياتنا بطاعتك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، اخرج منا دعاة وداعيات، اخرج منا عبادا وعابدات، اخرج منا مجاهدين ومجاهدات، اخرج منا علماء وعالمات يا رب، اجعلنا ابطالا في دينك يا رب العالمين، فرسانا في دينك يا رب العالمين، واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.